إذا مرض ابن آدم أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمل مريض مقيم. معناه صلى الله عليه وسلم أو كما قال، معناه كيما كنت تقعد، كيما كنت تقعد، كيما كنت تقعد. ولهذا فما في الصحة إليك تخدم زوج صوالع، تخدم للعقائد. واحد الكلام يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر سنة 71 روعة، يقول لك أنا نحير في بنادم اللي يضيع الوقت في قبره. قلت أنا ذا شرا يقول القبر فاني فيه يضيع الوقت. هو قلت تقول أنت غير مجمع في قبرك، ولا مت في ولا في 70 عام في قبرك، تقعد غير مجمع، أنت مغرور. ها وش ندير الشيخ؟ قال لك وجد ضروك العمل اللي ما يحبش كي تموت. كاين عمل ما يحبش كي تموت. ها وكاين أعمال كي تموت ما تحبش. ها مثلا تحفر حاسي شربوا منها الناس، تجري نهرا، تنبت نباتا، تؤلف كتابا، تحط عودهم، هذو يقعدوا مرات تجري على اسمها صدقة جارية. معناه موت مريح، خلي ولد صالح ينفع الناس، خلي بنت صالحة تولد الصالحين، هذا هو خلي مرة صالحة. يعني هذو الناس اللي يخدموا عليك مورات الأعمال ولا الناس، هذا ما ضيعش الوقت في قبره. الآخر شنو داير؟ الآخر راه مجمع في قبر، في قبر كاين من وقت آدم راه ميت وحيات، ميت حيات. إذا كان مسيئا حبست هكاك، والمسيء بالكحلة كاين اللي بالمقلوب، كاين اللي يخلي كتاب يضيع الناس، كاين اللي يخلي أغاني تضيع الناس، كاين اللي يخلي ولد ياكل في الناس، كاين اللي يخلي بنيات يفسدوا في الناس، كاين اللي يخلي كاين اللي يخلي كاين اللي يخلي. هذا العكس، هذا ماشي راه حياك ولا خرجها، هذا راه داير كومنتار تاع سيئات ليل ونهار في القبر. ها صاحبي ها اللي راك دير في التصاوير في اليوتيوب وفي الفيسبوك، شكون يفاصيهم موراك كيما قلنا في ديك الموعظة؟ هذوك لي زيماج لي بارطاجيتهم والهم القعل والزعاقة على الناس وتطيخ الأعراض وهضر في ذا وذا، يا شكون يفاصيهم موراك؟ هذوك السيئات تاعك راهي تاكل فيها حتاه، راهي تضرب للبرازيل ولا كوريا دي سيد ولا مشارق الأرض ومغاربها راهي تخدم بها ربما. نولوا لهذه الصورة في العصر تاعنا يا إخوة الإيمان. علاه بعد ذكرت هذه الصورة في هذا الدرس؟ لأن الآن الحضارة الغربية التي انفكت عن الديانات الثلاثة، فلا بالإنجيل عملت رغم تحريفه، ولا للتوراة احترمت، ولا للقرآن انقادت. وين راحت؟ خرجت من الدين بحجة أن الإنجليز ها شكن شكن، لكن ما عوضوش الجانب هذا تاع الإنجليزية بجانب يشبع لهم الروح ويحفظ لهم السيرورة تاعهم في الحياة. ولا مساكين بدون بوصول، دي بوصول ما عندهم بوصول، ايش اللي يجي يضحك عليهم من اليهود. ثم رأيت كيف تدحرج الإنسان من أحسن تقويم إلى أسفل سافلين. انظر إلى الحضارة الغربية الآن،